انا بتكلم في حته تانية، بتكلم في حته الـ الـ الاوراق اللي بتبقى معاك بره كابتن. يمكن انا كان ليا فرصه طبعا ومحظوظ ان اشتغلت مع مستر مانويل، والكابتن علاء برضو اشتغل مع مستر مانويل فتره كمان طويله جدا، يمكن انا اشتغلت معاه سنه ونص، كابتن علاء قعد 5 سنين كتير. مستر مانويل كان فيه ميزه، وهي دي اللي عملت يعني عملت التاريخ او البطولات الكتيره اللي عملها، ان هو دايما وهو بيدير المباراه دايما يعني تغييراته كلها في اتجاه انه يكسب. هجوميه. يعني انا قعدت جنبه سنه ونص، كل 95% من التغييرات كلها هجوم، كلها بيغير في الخط اللي قدام. على حساب ايه بقى؟ حسب النتيجه. ممكن يبقى على حساب مثلا لو متعادل لسه، ممكن تبص ليه بيفنش المباراه باربع فراوده بثلاث فراوده. بس في حاجه، هو كان عنده جراه جامده جدا، عنده جرأة. زائد في حاجه كمان، الادوات. ايوه طبعا الادوات، ما هو الادوات موجوده. احنا دلوقتي برضو خلي بالك، احنا النادي الاهلي دلوقتي في ادوات وفي اوراق. ما بقولش حاجه، احنا بنتكلم من شويه مثلا على راسات الحرب. انت بتلعب راسين حرب جوه الملعب، وانت ما عندكش بديل راس الحرب. ما هو ده اللي انا بقوله. انا وجهه نظري اعمل ايه؟ انا ابدا براس حربه واحد واخلي ورقه معايا. مهم جدا تخلي اوراق معاك عشان لو ما تحلش المباراه لاي ظروف يبقى هتغير الطريقه او ما غير الطريقه. لا بدايتك انت محمد، انت تقول راس حربه واحد هتغير الطريقه. طبعا هتغير الطريقه. طيب هو لو اتفضل، انا بقى لو عايز ابدا براسين حربه، بص يا كابتن، انا لو عايز ابدا براسين حربه ممكن ابدا براسين حربه، بس واحد واحد ابدا بالنوعيه اللي تتيح لي الفرصه. يبقى في مرونه جوه الملعب، يبقى عندك راس حربه بره، حتى تاني بره ينزل راس حربه. يعني عندي بره انا احنا يعني بتكلم. جونيور عنده بديل في مكانه. جونيور لو انا بديل جونيور في الطرف الشمال عندي ممكن يلعب جيرالدو، ممكن يلعب كهربا، ممكن يلعب وليد سليمان في اطراف الملعب، ونودي الشيخ ناحيه الشمال ويبقى وليد ناحيه اليمين. يعني ممكن نحلها باكتر من مكان. وجونيور يلعب راس حربه عشان انا اطبق الفكر اللي في دماغي ان انا العب براسين حرب. لكن النهارده وجود جونيور مع راسين حربه ما خلاش في ورقه، يعني مثلا مش مستصاغ قوي ان وانا متعادل روح مطلع الفرود اللي بقى له ماتشين بيجيب لي جوان، اللي هو ايه؟ باجي. يعني منين انا متعادل وعايز اكسب المباراه، ومنين بطلع الراس حربه بتاعي؟ فاهم قصدي ازاي؟ طبعا انا بطلعه وانزل ناس تحت الراس حربه زي وليد سليمان، ونزل عمرو السوليه طبعا تامين نص ملعب، او يعني في حته نص الملعب بدل احمد الشيخ والكهرباء. غير لما يكون انا سايب بادجي، يعني لازم اسيب بادجي في الملعب وانزل له بقى كمان، انزل له وليد سليمان، انزل له كهربا، يقوم يبقى في عندي في الملعب بادجي، مروان، وليد سليمان، كهربا، كل العناصر دي تقدر تجيب جوان. يعني لو جالها موقف تقدر تعمل جون او تجيب جون. فاهم قصدي ازاي؟ هي دي بس وجهه نظري. خلي بالك احنا بنتكلم كده عشان بس ممكن المشاهدين يقول لك ايه، يعني حصل لا، هو احنا بنتكلم ده الصح. خلي بالك في كره القدم، انا مش بتكلم عشان تكتب مباراه النهارده. لا سيبك تكتب مباراه النهارده وسيبك من التعادل. التعادل النهارده في ظروف طبعا، واكتر حاجه النهارده طبعا موضوع الطرد. الطرد لبدر يوسف. انا عايز اقول حاجه كمان، انت مدرب واشتغلت، بيحصل ايه؟ ان ممكن انا اعمل سيناريو والسيناريو ده غلط. يعني انتوا مثلا كلكم تقولوا ده انت النهارده يوسف مثلا عملت حاجه غلط، واكسب المباراه. وممكن اعمل الصح، ممكن اعمل تغييرات صحيحه وكلنا نتفق انها صحيحه وتمام، واخسر او اتعادل. فاهم قصدي ازاي؟ لكن احنا بنتكلم على المنطق، يعني احنا بنتكلم على المنطق اللي هو انت ماشي مع المباراه لغايه ما تحلها. بتفضل ماشي سنه بسنه مع المباراه لغايه ما تحلها. بص يا يوسف، ماشي مع المباراه واحده واحده لحد ما الاقي الحل. هو ممكن عملها في كل المباريات اللي فاتت كويس، لكن النهارده انت حصل حاجه مش طبيعيه بالنسبه لك، غير طبيعي. احنا اولا ما سمعناش المؤتمر، وتقريبا كل كلامنا ان في حاجات النهارده حتى مش طبيعيه. حته طرد احمد فتحي في وقت بدري. في فريق منظم جدا جدا جدا، وكابتن طلعت جد، يعني برضه احنا شفنا كابتن طلعت وفريق الاتحاد كلهم عاملين النهارده مباراه ممتازه بغض النظر عن النتيجه. انا مش دعوه بالنتيجه خالص، احنا بنتكلم على اللي حصل في الملعب النهارده. ظروف النهارده الاهلي النهارده مش طبيعيه، طرد اثر جامد جدا. لكن اعتقد لو النادي الاهلي النهارده كامل العدد على مدار الشوط الثاني يا يوسف، التغييرات دي تقدر تكسب. لكن بيحصل وانت بتشوف المدير الفني بيشتغل ازاي. ما انت اكيد بيقابلك مليون موقف، لكن تفكيرك انت ازاي في الموقف ده. وكل موقف النهارده حصل انا استفاد منه. يعني احنا النهارده بنتكلم وبنقول في سلبيات عشان انا استفاد.
صح. عشان انا استفاد النهارده جايز بدات غلط، كان لازم ابدا بصنع العاب، كان لازم يبقى الشكل غير. لكن حصل النهارده موقف ده، وهو الراجل بيتكلم بمنتهى الاحترام واتكلم على كابتن طلعت ونادي الاتحاد بمنتهى الاحترام زي ما اتكلمنا كلنا اكيد. لكن النهارده مباراه، اتفضل ايمن. بس لا انا كنت عايز اقول لك عشان النقص العددي عندنا ايمن فاثرت حتى اكيد يا ايمن. قلنا نقص عددي مع فريق الاتحاد بالنوعيه اللعيبه دي لا هتتاثر. اعتقد لو فريق غير الاتحاد مش هيبان التاثير، لكن بان. لا وفكر الكابتن طلعت كمان، لا ما هو بص كابتن طلعت ذاكر النادي الاهلي كويس قوي ولعب بالطريقه اللي تناسب النادي الاهلي. الظروف ساعدت، لكن هو لا، كل الاحترام ليه النهارده، كل الاحترام ليه ولاعيبته بجد مقدين لاخر ثانيه بمنتهى الالتزام. كابتن طلعت من مدير الفنيين اللي بيخلي لعيبته تلتزم كويس قوي ايمن. أيوة ودي على فكره صفه ممتازه. يوسف كان بيتكلم على مستر جوزيه، كانت عنده نمره واحد واثنين وثلاثه تلتزم بغض النظر عن انت مين، الاسم ده على جنب، لكن صح. التزامك في الملعب هو اللي بيخليك موجود. فالنهارده ماشي تعادل، الناس مش مبسوطه، لكن كان في ظرف النهارده مش مبسوط مش مظبوط. بتمنى من مستر فايلر الاخطاء اللي بتحصل دي كلها، مش عيب ان نغلط، بس كمل بشكل النادي الاهلي اللي انت اعتدت عليه قبل كورونا. اللي هو تستغل النجوم اللي عندك واللعيبه اللي عندك في اماكنها الصح، علشان بعد كده هو بيتكلم بيقول لك مباراه جميل قوي كويس. بس مباراه لازم اخد منها الاخطاء اعالجها، عشان كل مباراه ايمن لازم انا كمدير فني احس ان في حاجه النهارده حصلت زياده، في تطور النهارده مثلا في اداء هاني، في شكل جديد لعادل، هو ده الصح، هو ده اللي انا لازم استفاد منه. بس اعتقد ان الفتره اللي فاتت برضو الاصابات الكتير والغيابات الكتير معاك اثرت نوعا ما على اداء النادي معاك، لكن ما تاثرش على شكلك، ما تاثرش على طريقتك. يعني هو راجع بطريقه ثانيه، يعني هو ليه فكر طبعا يحترم كل الاحترام، هو المدير الفني ما فيش حد يتكلم معاه خالص. لكن انت بتجرب مباراه واثنين وثلاثه، المردود بتاع الطريقه ايمن هيبان. هل انا المردود ده انا راضي عنه ولا لسه، ولا لعبت مش قادر تستوعب الموقف نفسه. زي ما كان عادل دلوقتي بيقول لك انا عندي الثلاثه بره بيلعبوا تحت راس الحربه، طب استفاد منهم امتى؟ هو اللي برضه يقرر، لان في الاخر انت هتحاسب المدير الفني. المدير الفني مع كل الاحترام الاداء والشكل والشغل حلو كده، في الاخر حضرتك انت بتدور على نتائج، مدير فني نتائج مالوش دعوه بالاداء. حتى وتعمل اداء سيء في الاخر بتجيب له بطولات، انا ماشي جميل ده انت هايل، لكن لو اديتني اداء من غير بطولات هقول لك لا الموضوع مش نافع.